نتحدث عن فضل الدعاء في هذا اليوم والأوقات أيضا. عندما نتحدث عن الغروب مثلا، يقال عند غروب الشمس الدعاء مستجاب. لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان قال لك ادعي وقت كذا، لكن اليوم كله في 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 فيما يعني يشتاق اليه قلبي ويدخل عقلي. قراءة القرآن هي افضل دعاء. نعم، قراءة القرآن هي افضل دعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افضل دعاء يوم عرفة لا اله الا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل تتخيل أنك أنت ممكن تقول الجملة دي؟ هتقولها إمتى؟ تقولها قبل الشروق بدقيقة، تقولها قبل الشروق بثانية، تقولها قبل الشروق بثلاث ساعات. إنما النبي قعد خطب في عرفات ما لا يقل عن ساعتين أو ثلاث ساعات. فاليوم ده كله ذكر لله سبحانه وتعالى، ليس مخصص فيه وقت معين للدعاء. يعني يتفضل المولى عز وجل علي وتفضل كثيرا علي بنعمة الحج. كان الجميع حتى من الحجاج اللي معانا اللي هم الشيوخ نقول له قوم ادعي، او ادعي وانت قاعد مكانك، او نقرا قران نتواصل مع ذكر الله سبحانه وتعالى. فانا لا ارى يعني وقتا محددا ان تدعو الله فيه سبحانه وتعالى، بس هيبقى بعد الخطبه، هيبقى وصلت للنقطه اللي انت حضرتك بتقول عليها. نعم. بعد ما صليت الظهر وصليت العصر وجمعت ركعتين وركعتين والخطبه، هتبقى خلاص دخلت على ايه؟ على غروب الشمس.